وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض مع المحلل السياسي اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. سعادة اللواء، بعد التحية، طبعا حلقة جديدة من التسجيلات القذافية تكشف عقلية النظام القطري في احتضان جماعة إرهابية كجماعة الإخوان، ويفضح العلاقة الوثيقة بين الدوحة والإخوان. ما قراءتكم لهذا الكشف الجديد؟ يعني أولا حمد بن جاسم هو صنو للإرهاب، وتقريركم جيد. يعني من يستضيف الآخر؟ هل الدوحة تستضيف الجزيرة أم الجزيرة ذاتها كقناة محطة إرهابية هي التي تستضيف قطر؟ أعتقد أن الأخيرة هي الأصح. أعتقد أن الإخوان والقناة أصبحوا هم الذين يديرون كل شيء هناك. على كل حال، مثل هذا التسريب قد لا نستغربه نحن وإياكم في هذه المنطقة. نحن شعوب هذه المنطقة، نحن نعرف التنظيم القطري الإرهابي ونعرف توجهاته ونعرف ارتباطاته، ولكن ما يؤكد اعتقادنا ومعلوماتنا وما يجري على الساحة هو مثل هذه التسجيلات التي تفضح حمد بن جاسم شخصيا وتآمره، لأن هذا الرجل حقيقة هو ضمن المخربين الكبار الذين سعوا مع الإرهابيين الآخرين، القذافي وغيره والمافيات التي لم نعلمها بعد وستكشفها الأيام القادمة. مثل هذا التسجيل يبرهن مرة أخرى بأن ما اتخذته المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الإمارات، جمهورية مصر العربية من مقاطعة هذا التنظيم هو عين الصواب، وهو يؤتي أكله. ولولا هذه المقاطعة لما سمعنا مثل هذه التسجيلات، ولما سمعنا مثل هذه الفضائح. إذن سعادة اللواء، طبعا يعني هذا الكشف كما يؤكد بطبيعة الحال أحقية اليوم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الدفاع عن أمنها القومي ودرء الخطر القطري، إلى أي مدى يزيد ذلك من تمسكها بمطالبها المشروعة؟ هذا صحيح، هذا صحيح جدا. يعني مثل هذا التسجيل ومثل التسجيلات التي ستخرج، هذه سيدتي ليست نهاية المطاف، سيخرج تسجيلات أخرى وفضائح جديدة. ولكن نعم أتفق معك، يعني مثل هذا التسجيل ومثل هذه المعلومات ومثل هذه التكشفات المخجلة تثبت بأن الأمن الوطني والقومي للدول العربية الرباعي المقاطع أنهم على حق وأنهم سيتمسكون بموقفهم، وهذا يزيدهم قوة وصلابة، وهذا أيضا يعري تنظيم قطر أمام جمهوره من الإرهابيين الإخوان الغادرين، وأيضا الذين يدورون في فلك إيران وفي فلك الإخوان وفي فلك تركيا، ليقول لهم على رسلكم، ها هي الفضائح تلو الفضائح تخرج من قطر ونحن على حق. وأعتقد أن المقاطع العربي لن يتراجع قيد أنملة عن موقفه، بل العكس ربما يزيد في ضمن شروطها التي وهي ليست شروط، هي مطالب بترك الإرهاب على قطر أو على حكومة قطر بأن عليكم إزالة مثل هذه الأداة الإرهابية. سيدتي، قناة الجزيرة بالمناسبة هي ليست محطة إعلامية. يخطئ من يصنف الجزيرة على أساس أنها وسيلة إعلامية أو أنها محطة إخبارية. هي خلية استخبارية، هي خلية استخبارية تخريبية تدميرية يديرها ثلاثي أو رباعي حتى. الموساد متغلغل فيها، والإخوان المسلمين هم الذين في الصورة، وأيضا الترك موجودين، والحرس الثوري الإرهابي الإيراني. هذا مؤكد، هذه خلية استخبارية لا يمكن الوثوق بها ولا تصنيفها إعلامية. موقف قطر حاليا بهذه التسريبات أصبح ضعيف جدا. الأيام القادمة ستثبت أن المقاطع العربي سيتخذ مزيدا من الإجراءات لعزل هذا التنظيم إلى أن يزول بإذن الله. نعم، المحلل السياسي اللواء متقاعد عبد الله غانم القحطاني، شكرا جزيلا لك.